السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سوف نتمم تمرين 45 صفحة 99 من كتاب مدرسي محيط فريديس. إذا في السؤال رقم 2 قال لك استنتج أن أ زائد ب أصغر من أن تساوي 2 جذر مربع أ أوس 2 زائد ب أوس 2. إذا غناخذوا النتيجة الأولى اللي توصلنا لها، لدينا حسب السؤال واحد، شنو عندنا حسب السؤال واحد؟ أن أ زائد ب أ زائد ب على 2 لكل أوس 2 أصغر من تساوي أ أوس 2 زائد ب أوس 2 على 2. إذن ندخل لهم جذر مربع بجوج بهم، هي جذر مربع أنا ما نحرقش المراحل، على 2 أوس 2 أصغر من تساوي جذر مربع أ أوس 2 زائد ب أوس 2 على 2. بعد ذلك غادي نزول جذر مربع لهادي، هاي أ زائد ب على 2، لأن راه قالوا لنا أ و ب عددان موجبان قطعا، يعني حق نزول جذر مربع بدون ما نرد البال هذا. ثم لهيه تولي جذر مربع أ أوس 2 زائد ب أوس 2 على 2. هاد الجوج نطلعها الفوق تولي أ زائد ب أصغر تساوي 2 جذر مربع أوس 2 زائد ب أوس 2 على 2. كون بذلك جاوبت على السؤال رقم 2 للاستنتاج. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.